السلام، عاملين ايه؟ ربكم خير وسعادة. عبد الرحمن محمود معاكم من قناة يوسف عن اب اند عبد الرحمن فلوجز. للأسف وانا ما كنتش عايز اعمل الفيديو ده، القناة هتقفل. ليه هتقفل القناة يا عبد الرحمن؟ اول حاجة الجهاز عندي بيعلق، مش عارف انشر فيديوهات براحتي. الفيديوهات اللي زي ما انتوا شايفين كده عمل صوت فصل الشحن، فعايز اغير الجهاز للاحسن. ففي القناة بتاعتي الجديدة تحت في الديسكريبشن هتلاقوها في الوصف اسفل الفيديو، اشتركوا فيها جميعا وان شاء الله نحقق اللي احنا عملناه في القناة ديت وعلى طول بهمة ونشاط. طبعا الناس كانت مستنية مني الفيديو ده اعمله اسألني الجزء التاني، وادي الاسئلة هيت، وعملت الفيديو فعلا لكن الجهاز رفضه تماما، رفض اعمل مونتاج عشان حملت برنامج كي ماستر. كي ماستر اللي هو كي و عليها دورية كده، حملته وبيقول لي هذا الملف يدعم صيغة ملف الفيديو غير مدعوم، فانا مضطر ان انقل الجهاز لجهاز تاني، والقناة اللي انا فتحتها جديدة هتلاقوها في الوصف تحت اسفل الفيديو. فاتمنى تكونوا تشتركوا فيها، يعني اتمنى ان عجبكم الفيديو، مع انه مفيش حاجة تعجبكم فيه اصلا. اعملوا ديسلايك، اعملوا لايك براحتكم، بس في النهاية القناة هتقفل واللي عملناه كأنه ما تعملش، ونبدأ صفحة جديدة في قناة جديدة. فان شاء الله القناة الجديدة دي هتفتح من بكرة ان شاء الله، وهيبقى فيها الاسئلة دي كلها، فاسألني الجزء التاني. فاكتب اي سؤال انت عايزه في الكومنتات دلوقتي عشان اكتبه في الورقة ديت. واشوفكم على خير في حلقة جاية في القناة الجديدة ان شاء الله، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب في القناة الجديدة ان شاء الله، يعني هتحقق نجاح اكتر من القناة دي كمان. وال21 مشترك اللي عندي، تحذير هام جدا، لازم تشتركوا كلكم في القناة علشان اليوتيوب لو جاب اسم مشابه في القناة ديت او حاجة كده مش مظبوطة ممكن يلغي القناة التانية، التانية كمان. فانا عايز مشترك بس واحد بس، 22 مشترك، والقناة اللي احنا بنسجل منها على طول ديت اللي هتبقى تحت في الديسكريبشن هنسجل منها على طول. خلاص القناة اللي انتم بتتفرجوا عليها ديت انتهت، خلاص مش هتتفرجوا على الفيديوهات التانية منها. ف اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. انزلوا واعملوا سبسكرايب للقناة الجديدة ان شاء الله، هتفتح من اول بكرة ان شاء الله، وهيبقى فيها اسألني الجزء التاني. فلو عجبك اي سؤال اكتبه تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامة. اشوفكم على خير في القناة الجديدة.